لنفرض انا خرقت القانون، حجر السحي وشد ناس يكرسوني بحال الموت وشهرسوني من يدي. راه كاين القانون في البلاد، يديروا لي محضر يقدموني النيابه العامه تاخذ في الحق، باش يشدوني ويكرسوني يبقوا عليا بالعصا ويديروني بحال شي جرتي جرتلوني في الارض. والضابط هذا اللي بدا كيضرب عليا في الطابله وكيغوت المحامي هاد الخدمه، راه ما عنده ما يدير بهاد الخدمه، يقدم يعني يمشي بحاله. راه هاد الخدمه دايره 100,000 واحد باغي تخدم هاد الخدمه، راه تكرفسوا عليا بزاف بزاف. وكنطلب من الناس المسؤولين وسيدنا الله ينصر الله يخلي لينا، راه الناس راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. راه ثلاثه وليدات وتكرفس، راه تكرفس بزاف. اري بنتي فانيده من تمايا دا الصداع هذاك. معكم الحسين سائق سياره الاجره من الصنف الصغير. النهار 24 في الشهر يعني نهار ليلة العيد المولد العيد الفطر، خرجت مع 12 لاروب من الدار على اساس انني نمشي نشري لبنتي، طلعت لها السخانه يعني نمشي نشري لها قلبه ديال دور البران، حتى كنتفاجئ باشخاص كيجريو هربانين، حتى جات بانوا البوليس تابعين وشدوني انايا، شدوني انا فرشخوني مزيان، فرشخوني حتى انني مني كيضربوا فيك كنغوت كنقول لهم راكم هرسوني من صبعي، راكم هرسوني من صبعي. نقز واحد من دوك البلير قال لي كيقول لي اسكت لامك اسكت الحمار تاع ابوك، وبدا كيضرب فيا. جابوني عند الضابط ديالهم بركوني في الارض بحال بركو حاشاكم شي كلب، بركوني في الارض بواحد الحاله كنقول لهم راني كنغوت بيدي راني مهرس من صبعي، كيقول لي اسكت لامك. جات ديك البارتنر ديال البوليس هزوني فيها داوني للدائره 36، حتى كنتفاجئ الضابط اللي كاين في الدائره 36 حاشا ولا لا واش بشر، وحش ضابط وحش، بقى عليا بالسبان والمعيور اش خرجي كدير هادي وانا كنغوت بصبعي مهرس. يعني واحد الحاله دار لي واحد كرفيسه كرفصني، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عيط البارتنر اخرى جاو داوني المستشفى اللي محسوب على البرلوسي المنصور، داروا لي فحوصات لقاوني فعلا مهرس. واحد الطبيبه كتبت لي التقرير، هو التقرير ديالها كاين هنايا، كتبت لي التقرير باش نمشي للسبيطار بوافي، يعني يومين بمحلوم مشيت للسبيطار. مشيت للسبيطار شافني الطبيب كتب لي توا تقريبا انني مهرس وخرج لي فيها سيرتيفيكا في 30 يوم. دابا انا راه كتبت شكايه للوكيل العام للملك باش ناخذ حقي من هاد الناس هادو اللي تكرفصوا عليا، وخصوصا داك السيد اللي تكرفص عليا بزاف بالمعيور هو داك الضابط اللي كان في الدائره. هذوك الناس ضربوني ولكن هذاك كثر بداك المعيور، حاشاكم المعيور ما نعاودش لك، وبدا كيقول لي الله ينعلبوها خدمه، الله ينعلبوها خدمه هذه خدام فيها انا. وهاد السيد اللي ما عجباش هاد الخدمه هذه وكيتخلص عليها وما عجباش يقدم استقالته ويمشي بحاله، راه عطى الله الناس اللي باغا تخدم باش يبدا يتكرفص على المواطنين. راه تكرفص عليه واحد التكرفيس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. داروا لي محضر وكل شيء، وملي قلت له عطيني قرار محضر قال لي لا علاش قرار محضر، صافي انا استشرت مع الوكيل وبدا كيغوت عليا وكيضرب في الطابله. يعني قلت له انا شو انا مكرفص، قال لي لا انا ما كنعرفش هذا الشيء، اجي سيني هنا انا مهرس من يدي. كيقول لي اجي سيني، قلت له واخا بغيتيني سيني عطيني البصم، قال لي لا ما تبصمش خذ السيلو وسيني. كيفاش غنسيني؟ خربقت عاد باش نخرج، لحقاش ولا كيهددني كيقول لي غنجيب البوليس اللي ضربك غنقطع ليه التوني، غنقطع ليه التوني وغنستشر مع الوكيل ونقلبو واش مزرق عليا شي عين ولا هادي، واش انا مكرمت مهرس من يدي. والسيد كيقول لي في هاد الهضره هادي حسبي الله ونعم الوكيل في هاد السيد اللي هو خصو ياخذ لي حقي، هو بهدلني واحد التبهديله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ذاك المهرس اللي عارفو شايفو مع جوج من دوك البلاير اللي كانوا هما اللي كيرفصوا عليا، دوك البلاير بجوج واحد فيهم بقى كيصرفق فيا معنا لقيت يدي ويعوج لي صبعي، حتى مشيت لقيت راسي مهرس. من وقع على هاد الواقعه كتبت شكايه للوكيل العام وعطيت فيها السيرتيفيكا اللي فيها 30 يوم والتقرير ديال الطبيب اللي كتب لي توا دفعته مع الشكايه. ودابا انا كنتسنى لحقاش ملي مشيت نفعل المحكمه قالوا لي غتصيفطها بارفاكس، ها الفاكس هو عندي بس صيفتها، الفاكسات كلهم هما عندي بس صيفتهم لهم. دابا راه وصلوهم وعطاني داك اللي صيفط الفاكس عطاني ورقه بانهم توصلوا بهم، ودابا كنتسنى في الشكايه ديال الوكيل العام شنو غتاخذ المجرى ديالها. وانا ما كنتفاكش مع الناس هذو اللي كيتكرفصوا عليا، وانا ابلي عندي 43 سنه
وقبل ثلاثه الاولاد، ودابا راه وليت مريح على الخدمه، ما لقيتش باش نخدم باش نوكل ولادي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وانا سائق سياره الاجره. هذا ما كان، دابا انا ما كنسوق ما والو، انا مريح ما كنسوق ما والو، حتى هاد لي ديالي باش غادي نخدم ما قديتش نسوق. انا دابا عندي عزال شهر ديال الايام، الله ياخذ فيهم الحق، يا ربي تاخذ فيهم الحق، لانهم تكرسوا عليا وانا ما درت والو، لان فرض انا خرقت القانون، الحظر الصحي وشاد الناس يكرسوني بحال ماك وتيهرسوني من يدي، راه كاين القانون في البلاد، يديروا لي محضر يقدموني النيابه العامه تاخذ فيه الحق، باش يشدوني ويكرسوني يبقوا عليا بالعصا ويديروني بحال شي جرتينه جرتلوني في الارض. انا ما سائق سياره الاجره تكرفص دابا، انا باش غنعيش ولادي باش انا باش علاش كرسوني بحال ماك؟ علاش؟ واش انا ماشي مواطن مغربي؟ لا حول ولا قوه الا بالله على العظيم في هاد الناس هادو، تعدوا عليا وتكرفصوا عليا، بغيت ربي ياخذهم الحق، وكنتمناو من الناس المسؤولين ناس كبار ديال البلاد ياخذوا لي حقي من هاد الناس، لاقاش هاد الناس راه كرفصوني، وداك السيد راه داك السيد اللي في الدائره 36 رغم انه كان داك رئيس الدائره 36 ابو علي ما كنتش غنتكرفص بحال ماك، الناس كتشهد لي بالكفاءه ديالو، ولكن هو ما كانش، كان هذاك الضابط راه تكرفص عليا بزاف بزاف بزاف، خلاني خارج كنبكي، علاش انا واش انا ماشي مواطن مغربي باش الناس يتكرسوا عليا بحال ماك؟ حسبي الله ونعم الوكيل في الضابط هذا اللي كان شاهد على هاد الواقع هادي. السي الحموشي، إذا كان أنت واحد إنسان عندك سمعة طيبة في البلاد، راه هاد الناس هادو لا حول ولا قوة إلا بالله، راه لا حول ولا قوة، راه كيتكرفصوا عليا أنا بزاف، راه تكرفصوا عليا، يعني هاد الناس اللي ما كانوش باغيين يخدموا، الله خذ، كنتمنى أنك دير حق تحقيق في هاد الشيء وتاخذ بعين الإعتبار، أنا راه تكرفص، والضابط هذا اللي بدا كيضرب عليا في الطابلة وكيغوت المحامي هاد الخدمة، راه ما عنده ما يدير في هاد الخدمة، يقدم يعني يمشي بحالو. راه هاد الخدمة دايرة 100,000 واحد باغي تخدم هاد الخدمة، راه تكرفصوا عليا بزاف، وكنطلب من الناس المسؤولين وسيدنا الله ينصر الله يخلي لينا، راه هاد الناس راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، راه ثلاثة الوليدات وتكرفص، راه تكرفص بزاف، هاد البلاير هادو اللي زعما تلاحوا عليا بواحد هيستيريا، واحد هيستيريا كبيرة، واش ما عندهمش الناس اللي كيحاسبوهم على هاد الشيء، ما عندهمش الناس اللي ردعوهم واحد شويه، راه كيتكرفصوا علينا، راه كيتكرفصوا علينا بزاف، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. فيهم هادشي راه حشومه وعار حشومه، حنا لا معنا لا حق لا قانون، وخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه، وحيا سيدنا محمد السادس، وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع. مع المواطن على الواجهه.